أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية حملة لتوزيع لحوم الأضاحي على الفئات الأولى برعاية والأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وبدأت عملية ذبح وتقطيع الأضاحي في مجزر قرية شبرا شهاب بمدينة القناطر الخيرية تمهيدا لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة. من جانبها أجرت جمعيات ومؤسسات التحالف جولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها، كذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي. احنا النهاردة جايين 250 متطوع من كل محافظات الجمهورية عشان يعني نقفل او نساهم في ان احنا نكون بنوزع على 500,000 مستفيد في العيد لحوم الاضاحي. فيعني دي عادة احنا بنعملها على طول كل سنة من اول ما بنبدأ اصلا في تجميع التمويل بتاع الدبايح والاضاحي، واحنا النهاردة بنيجي نحتفل بالانجاز بتاعنا والتمويل اللي احنا جمعناه عشان ان احنا نسعد اهالينا. وصل الفرحة ل 500,000 مستفيد هياكلوا لحمة وزي كل المصريين اللي هم بيفرحوا بالعيد الأضحى. احنا المتطوعين النهارده بيشاركوا في كل الأنشطة، سواء في الفرحة، سواء في تفريح الأهالي، سواء في الذبح، أو سواء في تغليف اللحمة وتهيئتها عشان توصل للمستفيدين بشكل مناسب وآمن. احنا المتطوعين هتلاقيهم متوزعين على كل المهام الخاصة بالحاجات اللي ليها علاقة بالذبح، بالتعبئة والتغليف. هتلاقي عندنا مكان خاص بالتعبئة والتغليف، هو خاص أصلا بالمتطوعين، بيكون هما بيشاركوا في تعبئة وتغليف اللحوم عشان تقدر إن هي توصل للمستفيدين وتقدر توصل كمان لأصحاب الصكوك بأحسن شكل ممكن وبأعلى جودة.